أعزائي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وبعد أن وقفنا على فئتي النساخ والمصححين كبداية لتحقيق التراث، يجب علينا أن نقف على التطورات التي وصل إليها التحقيق حيث ظهرت المطابع، والسؤال أين ومتى ظهرت المطابع في عالمنا الإسلامي؟ نجيب عن هذا في هذه الشريحة. ظهرت المطابع في لبنان، حيث كانت أول بلد عربي دخلته الطباعة، وذلك عام 1019 هجرية الموافق 1610 ميلادية. وكانت أول مطبعة أنشئت فيه مطبعة دير قزحية، وقد أنشأها رجال الدين المسيحي. كانت في بداية هذه المطبعة قد أنشئت لطبع الإنجيل والكتب المسيحية. وفي القرن 13 الهجري 19 الميلادي انتشرت المطابع بعد ذلك في لبنان وغيره من دول العالم الإسلامي، فأنشئت مطبعة بولاء الدكرور بمصر سنة 1237 هجرية الموافق 1831 ميلادية، وكذلك المطبعة الإنجليكانية الأمريكية ببيروت سنة 1250 هجرية الموافق 1834 ميلادية، وكذلك المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 1265 هجرية الموافق 1848 ميلادية، وجاءت بعد ذلك أيضا مطبعة ولاية سوريا بدمشق سنة 1284 ميلادية، وأيضا مطبعة جريدة فرات بحلب سنة 1284 هجرية الموافق 1867 ميلادية. تلك كانت مطابع، وقد أنشأت هذه المطابع وظهرت فيها أيضا كتب، ونذكر من أهمها في هذه الشريحة. أمثلة للكتب المطبوعة على الحروف في تلك المكتبات، في تلك المطابع: مطبعة ظهر فيها سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، هذا الكتاب صححه وعلق عليه الشيخ عبد المتعالي الصعيدي بالقاهرة، وطبع بمطبعة محمد علي صبيح سنة 1389 هجرية الموافق 1969 ميلادية. وأيضا من هذه الكتب وأشهرها كتاب شرح مقامات الحريري لأحمد بن عبد المؤمن الشريشي المنشور والمصحح بمعرفة العلامة محمد عبد المنعم خفاجي رحمه الله بالقاهرة، وقد طبع بالمطبعة المنيرية بالأزهر. الطبعة الأولى منه كانت سنة 1372 هجرية الموافق 1952 ميلادية. وأيضا من هذه الكتب المنتحل للإمام الثعالبي، صححه وشرحه أحمد أبو علي بالإسكندرية، وطبع بمطبعة المكتبة التجارية سنة 1319 هجرية الموافق 1901. وأخيرا من هذه الكتب المطبوعة في تلك المطابع كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري، هذا الكتاب صححه سعيد الخوري وطبع بدار الكتاب العربي ببيروت في طبعته الثانية. وهذه قلة من تلك الكتب التي طفت بها أرفف المكتبات وانتشت بعد ذلك وانتشرت المطابع في عالمنا الإسلامي كصورة من صور عناية المسلمين بتراثهم وتحقيقه حتى يتبوأوا مركز الفهم والوعي والإمامة للأمم. ونسأل الله أن يديم على بلادنا وعلى عالمنا النجاح الباهر والعودة إلى تراثنا الإسلامي الذي به تنجو الأمم من مخاطر الجهل والتخلف.